السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ صباح الخير، فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة 22. واخيرا اليوم نزلت. طبعا اتوقع انه انتم اول شيء تشوفوا هاي اللعبة هلا، لانه انا فورا حملتها واستكشفتها. اهم شيء استكشفتها وشفت لكم كل الشغلات اللي فيها، وفي شغلات حلوة وفي شغلات بايخة صراحة. اليوم رح نحكي عنها كلياتها. اول شيء رح نبلش بالشاشة الرئيسية، شو هو الجديد فيها؟ مثل اولي عن هون انشاء اللعبة، عنا هون الملتي بلاير نفس اولي، نحكي لكم عليه بس حدا اشترى اللعبة، نحكي لكم شو بدنا نسوي الملتي بلاير حاليا ما في حدا. وهون عنا هون المودات الداونلود، طبعا في كتير اشياء ضايفينها، كتير في شغلات حلوة في شغلات بايخة صراحة او ما منها فائدة يعني. بس المهم يعني بتقدروا انتوا هون تدور المودات، بس حاليا لسه ما في يعني ما نزلوا شيء، بس ينزلوا يعني شوفوا لهون حاطين ما في شيء. طبعا بس هذا المود اللي هو لانه انا اشتريته بشراء مسبق فاعطوني هذا المود اضافي بس، والما تبقى ما في شيء تاني. بس حاليا ما في مودات طبعا، يعني عم بيقول لك روح العب اللعبه بدون مودات، هي بلا ملخص. بس هون نشوف في شغله موجوده حتى في محاري، في اشياء كتير تعرفها موجوده. هون شاشه نفسها مثل ما كانت اولها موجوده صارت موجوده على اليمين، بس ما في شيء تاني. والاوبشن والشغلات هي كله مثل ما هو، ما في شيء متغير تقريبا. هلا نبلش هون بالمابات. طبعا انا جربت في عندنا هالمره منزلين 3 مابات في هون. في عندنا هذا الماب وفي عندنا هذا الماب وهذا الماب. طبعا هذا الماب فيه كتير معدات والارض يعني ماشي حالها، بس انا المهم بعد ما جربتهم اخترت هاي الماب اللي راح نضل عليها اللي هي اسمها هيت بيليد. وطبعا هي مثل اذا كنتوا تتذكروا يعني نحن قبل لعبناها هون يعني على نفس المبدا، خلينا نحسبها لعبناها على نفس المبدا على نفس الارض يعني نفس التصميم الاراضي السابقه كانت، بس ولكن عملوها نفس الشيء قرروها بس. طبعا هون عندنا 3 مستويات مثل ما تعرفون، نبلش عامل هون، نبلش معنا برصيد مليون ليره، هون نبلش معنا رصيد 100,000 مع المعدات. فنحن ناخذ الايزي. طبعا هون بيناتهم هاي المابات الثلاثه موجوده قدامنا، نحن ناخذ ونعمل كونتينيو. وهون ما في عندي هذا المود ونقول له ستارت. طبعا هلا الشغله الاول شيء نحكي عن محاسنها اللعبه اللي هي صارت بسرعه. هي احلى شيء. كنت اولي انا لما كوني عم بسجل بعملها وبروح اعمل لي شيء شغله وبرجع بعد ربع ساعه بلشت لعبه. هي اول شغله صراحه جميله جدا. هلا الشغله الثانيه هي هون موجوده يعني ما في شيء يعني، هي موجوده من قبل اتوقع انكم تعرفوها يعني. فخلينا نختار هيك القصه على نفس قصتي. هون في عندنا طبعا انا لعبناها قبل فسويت يعني كنترول، شفت كل الشغلات عرفت عليها، فلذلك انا يعني نختار شغلات بشكل سريع. تمام اوكي، انا ما بدي اكتر اكثر من هيك بس. ايوه تمام، نو ما بدي البرنامج تمام بدي. طيب هلا هون ايش في عطانا؟ اول شيء عطاني، اول شيء خليني اشرح لكم. نبلش من الاكسيت من هون. ما كنتوا شايفين كالماب السابقه، بس هلا كان اول يعني هون حدود مخفيه يعني اذكر، هلا سوينها مخفي من ظاهره. سكه القطار كانت اولي بتطلع برا يعني بترد تدور، هالمره عاملينها انه مش نضلكم تطلع برا الماب مثل اولي. هون في عنا هون شاشه بتحدد عدد المعدات والشغلات المطلوبه، ايش في عنا بالاراضي، ايش في عنا شغلات، شلون حاله الزرع، شغلات 30 40 41. هون كل ارض مزروعه. هون مثلا مكان تشتري اتوقع الحيوانات، انا ما رح شفت منها حيوانات من وين، بس يعني لازم تشتري حيوانات هالشغلات هاي. هون عنا الكازيه، هون عنا الشوب ستيشن مكان البيع. في شغلات حلوه مضيوفه صراحه. تمام هل هون اعطيني هذا البيكام. طبعا هي احلى بيكام هون موجوده على فكره يعني، بغير ما بات ما في هيك بيكام. والشيء الجديد ضايفينه النمره هي بومباستيك. ومثل ما كنتم شايفين على اليسار محطوط زد او اثنين ارني هون، اول هي مشينا اول ثاني ثالث وغيارات وبنزين وكل شيء. بس في شيء صار انه كهرباء يعني، في هلا ستافه كهرباء، في تراكتور كهرباء، في شغلات كهرباء. طبعا بهي الماب ما فيها كهرباء، بس لانه في بغير ما بتشفت في كهرباء. تمام وهذا التراكتور مثل العاده، كل شيء مثل العاده. هلا نحن بنشغل مثل اولي، نفس الشيء تماما، ما في شيء جديد تماما، ما في شيء جديد. الله بتنزل بتشغل. خلينا ندوروا هذا هيك. هي منها مثلا اللي عملوه شيء اللي هو دقه الالوان، ظبطوها بشكل جميل جدا صراحه يعني، صارت الالوان شيء يحترم عليه على شغلهم عليه يعني، بجد صارت الالوان محترمه. هاي الشيء الاول. الشيء الثاني اللي شيء شفته انا موجود كمان، في شويه واقعيه بسيطه صارت موجوده صراحه، وبنفس الوقت ما في شيء واقعي مو واقع يعني صار. هلا بحكي لكم عليه مثلا مثل هلا، خلينا نشغل التراكتور. ليش وقف هذا؟ ليش هذا ما بيمشي؟ طول بالك، كان في شيء موجود قدامه شفته قبل ما نشغل. هي راح احكي لكم عليه اللي هو مو حلو.
اللي هو هات البيكاب. شوفوا كان اول شيء اذا تذكروا بالتراكتور خاصه، يعني كنا لما نجي مثلا بدنا نطف جوره او نصير كذا وهيك، بتحس اول شيء كان انه التراكتور ينزل يعني تحس انه فيه وزنيه. هلا ما ضل، تحس هلا كانك عم تلعب بلعبه ولاد صغار. شوفوا ضل، شوف شلون دار التراكتور بيكام بسرعه هاي. فما الوزنيه الاولي كانت موجوده. شوفوا مثلا والله مركبين شيء بيكام فخم له. المهم يعني المهم هلا مزبطين، زبطوا المرايا، زبطوا شويه اشياء، بس كمان في اشياء كتير خربوها صراحه. واهم شيء اللي هي شفتها الوزنيه، وزنيه التراكتورات، يعني هي احد المساوئ. عملوا اشياء جديده ضافوها. تمام، مثلا 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 مثل هي، ما بعرف كوالتو كانت موجوده ولا، بس ما كان يحطوها من اول ما نفوت، بس هلا صار يحطوها طبعا باول ماب لما انت تفوتوا اللعبه. اذا اشتريتوها اول ماب حاطين فيها شغلات ربنا اكثر من هذول، اكثر من هون بكثير، بس انا هون مو متعود على هذا المود او هذا الشكل، فانا جيت لعنده اسهل والافضل يعني، عرفتوا ليش. هلا الشيء الثاني الموجود فيها كنت بحكي لكم عليه غير الوزنيه، اللي هو مثلا مثل فرجيكم يا ثواني وين في، كان عندي انا مخزن وينه، لا اله الا الله وين حطيت المخزن، اي تذكرت هذيك بغير ما. المهم المشكله اللي كنت عم بحكي لكم عليها اللي كانت اول موجوده، اللي هي مثلا لما تجي تقرب هون بيقوم يدقر اللاعب فيعلق. تمام، مثلا تجي هون شوفوا علق اللاعب، ما بيقدر، ما في عنده انه ديناميكيه، هو لحاله بيعرف يتصرف. هاي الشغله الوحيده اللي ما شفتها، ما يعني ما هي حلوه وما زبطت صراحه. وطبعا ولما تشغل اللعبة على الكمبيوتر في تعلق، لما تشوف هلا شوي في شويه لاج، بس جوز لاج لانه عم بصور انا، ممكن هذا السبب ما بعرف. المهم هي يعني اكثر مساوئ شفتها. طبعا في شغلات ايجابيه كمان كثير شفتها موجوده فيها، قلت لكم عليها مثل الالوان والشغلات هاي. هلا في شغله جديده ضايفينها حتى يغير استراتيجيه اللعب بشكل كامل، اللي هي بتخليك بتغير تفكيرك بشكل كامل، رح فرجيكم اياها، بس خلينا هلا نبلش هون. واذا كانت تركتها هي اخر شيء لهذا السبب، لسبب مهم جدا. شوفوا هلا احنا بين شهر مكتوب فوق اغسطس، صح؟ اغسطس الشمس الساعه 8:32، معدل المشي 5 بلش. وقبل ايش هاي شفت لفت، شفت ايش هاي شفت لفت، شفت بي حلو، هي تدير الشوفير كويس. تمام طبعا احنا ما بدنا هذا الشيء، خلينا الشوفير لازم. اي هون فتحنا الاكل. المهم حاطط مثل ما انتم شايفين من تحت قمح، هلا راح شغل. شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي انه هذا الموسم غير مناسب للوقت. ليش؟ لانه القمح بده لشهر سبتمبر لشهر اكتوبر، هالشهرين بتقدر تزرعه، غير هالشهرين ما تقدر تزرعه، وهي يعني مثل الذروه تبعته. هلا احنا هون بشهر اغسطس، فنحن شو ممكن، شيء ممكن نزرعه باغسطس ونحصده بوقته، يعني نستفيد منه بشكل كامل. شوفوا في عنا بطاطا، في عنا شجر اللي هو قصب السكر، في عنا الاول اسمه مو الزيت هذا، لا هذا البربر، ما عرفت شو هذا، ما عرفته ابدا. الزيتون هلا شوفوا، اتوقع هذا موسم حصاد، والله يمكن هذا هو موسم الحصاد وهذا موسم الزراعه. ايوه هذا موسم الحصاد وهذا موسم الزراعه، على ما اتوقع ما بعرف، بس المهم بس انا حسب مزبوط. هون شوف ايش كاتبين، هون موسم الحصاد البرتقالي والاخضر موسم الزراعه. فنحن هلا موسم الزراعه اكثر شيء مطلوب عنا لو او شيء نقدر نزرعه هلا بالوقت الحالي هو هذا، بس ما في عنا شيء ثاني اللي هو الكرون، الكانولا بس هي الوحيد اللي نقدر نزرعه، والباقي كله يعني اساسا احنا باخر الموسم. فلذلك رح نزرع على هذا، نحطه مندور عليه كولونا، اتوقع هذا هو. يس هلا شوفه، هلا منشغل. فهمت شو كان الغلط، كان الغلط شفتوا هاي اللي عم تهز، شوفوا على بالي لازم تفتحها. شوفوا شلون بلشنا نزرع الكولونا نواش، اسمح مشكله يعني ممكن ازرع قمح، ما بعرف، فلا حاولت نزرع قمح ما نزرع معي. المهم ها هي القفله اللي كنت احكي لكم عليها، وهي الشغله المهمه وبس. هلا بنروح بنشوف التراكتور اللي شغلناه اول شيء اللي هو هاد، بس قلت لكم اخر ابشع شيء هو الوزنيه، وان شاء الله بنشوفك رايك. مودات كثير حلوه بتنزل على اللعبه، طبعا في شغلات نزلوها جميله، وصار في سرعه شوي باللعبه، يعني صار في سرعه ملحوظه باللعبه باداء اللعبه، بس كله هذا يعني ما بيسوى انه بتخلينا ننزل لعبه جديده وندفع الدبل انسال القديمه كرمالها. بس يعني لو انه يعني مسوين تحديثات على كل هالشغلات هي، يعني الوان اوكي ممكن كتابته فيه،
بس ما الكتير يعني ما تسوى صراحة. يعني الالوان التحديثات اللي نزلت طلعوا حاطين احنا التحديثات اللي نزلت كرمال بس الالوان والله يعني كتير اوفر صراحة ما تسوى. فاليوم راح نكمل بهذا المنهج ان شاء الله، يعني بنكمل هيك ما راح نسوي شيء تاني. والله بدنا نجيب ماكينة نلم هذا الاسلاي مشان نبيعه. وفي شيء شغله كمان نسيت اقول لكم عليها، هلا بانه فضيناها ما ضلنا شيء تقريبا واقفين بما يخص هذول الحصاد ويشتغلوا هاي. الشيء الثاني اللي لقيته اللي هو هون تكبس بيه او تروح على الشوب بتلاقي هذا الشيء. مثلا انت بدك تزرع، مثلا بتقول انا بدي ازرع من الحبوب، تمام، اللي هي هاي القمح بشكل عام، القمح وشعير والحنطه والشغلات هاي، تكبس عليها فيجي لك انه انت تحتاج تراكتور، تحتاج حصاده، بتحتاج راس حصاده، بتحتاج الشيء اللي بشيل الحصاده راس حصاده اللي انت تحتاج حتى تزرع هذا الشيء. مثلا بنروح مثلا على الزيتون الاوليف، مثلا على الزيتون الاوليفي اوليفير اوليفيرز، فهم فرجيك في عندك دراكتور بيحتاج انه تحتاج هاي الماكينه، تحتاج شاشة السماد ايش هاي ما اعرف شوي او جوز بس مغيرين شكلها ومغيرين اسمها ما اعرف. المهم لازمك تريلا، لازمك هي مثل محراث للارض بعرض متر ونص، هي محراث عادي ما في اي شيء، بس فهي الشغلات اللي انت تحتاجها لحتى تشتغل في هاي الارض. طبعا هذا مو رشاش عادي، يا الله هاي اول مره اشوفه هذا. هذا اتوقع انه يجي على الشجره ويزرع، مثلا بدك تراكتور، بدك شو اسمه هاي اللي شو اسمه هاي بطاطا، هاي اللي بتحصد البطاطا، هاي اللي بتحرث الارض حراثه، هاي وزن تحتاج لها مشان البذر. بس الحيوانات شوف فرجيك، حتى فرجيك الاكل والشغلات هاي، بس بدك حظير. شوف هذا تراكتور كهرباء، وين الكهرباء تبعته؟ شوف هاي 80 واط كيلو واط. هون تقدر تغير النمرة، هون اللون، هون بتغير الدولي، هو على ما اتوقع الماركة او ما بعرف ما ليش هيك بطيئة. انا بعرف انه اسرع من هيك قبل شوي. تراكتور الكهرباء طبعا قوته كتير صغيرة، ما هو القوي. It's okay. هون في شيء احمد اكتنوا تشتري، بيورجيك العروض الموجودة على المعدات، مثلا مثل هاي، مثلا عم بيقول لك انه في عليها عرض ناقص 46 من قيمتها. يعني مثل هاي ماكينة البطاطا ممكن حقها 70,000، فنروح نشوفها بالسعر العادي او مثل ما يقول بالسعر العادي او بالموسم العادي. هي على ما اتوقع هي هون، لا هي تبعت شوندرسي. نعم ها هي، شوفوا ها هي صح، ها هي مو هي، لا مو هي، لا مو هي، توقع هاي ما هي دهن عليها يا ابن الحلال ايش بك، ولا هي والله نسيت شكلها، يمكن يا هي هي. المهم هاي حق 46 هي 126، بس يمكن هذيك. صح صح هاي صح صح هاي. شوف هون حقها 130,000 تقريبا، هون مسوين عليها تخفيض 46%، ممكن تشتريها. في عندك هي مسوين عليها تخفيض 57%، فمثل عروض تشجيعية رح ليخليك تشتري، تمام. لانه هلا انا كنت اقول لكم على سياسه جديده بانه تغيرت نظام اللعبه كلها، فكنت راح اقول لكم على سياسه جديده للعبه، تمام. هلا في هون كمان شيء كان اول في كلمه كراج نكبسها حتى نشوف شو يعني. هلا سووها مثل هون خيار موجود تكبس عليه فيفرجيك شو هي المعدات اللي انت تتملكها كلياتها بكام تريلا. هلا هذا شو هو الايتم، هاي الشغلات اللي انت مستاجرها، انا ما عندي هاي هلا شغلات مستاجرها. ايوه هون شو هي عندي المودات هاي هون. هلا هون عم بيحكي لك انه ما هلا هون بكبوس ما هي ما تقدر تمشي مع عندك حيوانات، اما هون مثلا بتقدر بتدخل بتغير شخصيتك، وطبعا في مكان بالماب نفس الشيء. هلا نجي لاخر شيء او مو اخر شيء، الشيء المهم الثاني. هلا هذا شيء معروف جدا عادي، كنا اول بندخل على الماب ونكبس اكس ونشتري اللي بدنا اياه. هلا سووها انه هون تقدر من هون تكبس هون تجي هون تشتري الارض اللي بدك اياها. هلا احلى جزء شفته بهي اللعبه اللي هو نزلوا شو جديد اللي كنت اتمنى انا من زمن انهم ينزلوه او يعملوه او يحدثوا على هذا الاشي، اللي هو هون الكونستراكشن اللي هو البناء. طبعا هون الابنية اللي انتم تعرفوها بالشكل القديم اللي هو تقدر تكبس هون تشتري هاي مثلا كراج على ما اتوقع كانها او اتوقع هاي لهون للشيت والله ما شوية. المهم
هاي انه هلا يبين عليها مثل اماكن. المهم هون عندك سلوغ اللي هني الصوامع، هون عندك الاكثر خبرة من السلوغ او اكثر خبرة من الصوامع، هون في عنا. المهم هذول المواقع في منهم تستفيد منهم مثلا مثل الكازية مثل شغلات هلا كنا اولا نستخدمهم، مثل هون البيت مثلا نجي هون على البيلدر اللي هو مثلا مثل هون عاملين شيء جديد اللي هو فابريك يعني مثل معامل او مصانع، تمام؟ مثل هلا بنكبس هون مثلا هذا المصنع، هو هون عم يحكي لك اذا دخلنا هاي المواد رح يطلع معنا خبز او كيك مثلا. مثلا بنجي لهون بيحكي لك هون اذا دخلنا شو معناه هذول الطاولات والبراده مثلا. هون بيحكي لك اذا سويت هذا دخلت له سكر وحليب او سكر وحليب على المنطقه، يمكن سكر وحليب يطلع معك شوكولاته وجبنه، تمام؟ يعني مثل معامل، تمام؟ طبعا اكيد بدهم طاقه كهربائيه، بدهم كتير اشياء، بس لسه يمكن ما كملوا التحديث تبعها فما حكوها بشكل كامل، ما بعرف لانه في شغلات كتير يمكن محجر او مكسر حجر او ما بعرف شو، ما بعرف. هلا وهلا مثل بقلت لكم هاي ما بعرف شو هي بالضبط يعني، بس اتوقع انه مثل مكسر حجر، بس المهم نفهم منها لكليتها بعدين بالمستقبل نفهم شو هي الشغلات هاي، بس حبيت افرجيكم اياها بشكل سريع يعني انه مشان تفهموها، بس رح يكون لك شغلة لها شرح كامل ومستوفي ونفهم منها كل شيء. هو مثل السجر او سياج او ما بعرف هيك اتفهمت يعني. هون حلول الطاقة الشمسية، يعني اتوقع انه رح يصير عنا مستقبلا حاجة للطاقة بشكل جدا كبير، فلذلك موفرين الطاقة كتير. هلا نجي للحيوانات، هون هاي بتعرفوها انتو سابقا اللي هي الحواضر بانواعها، هاي للحصن، نحل، هذول جدد ما كان اول موجود هيك في شيء. وهون اوذر للكلب، هلا ممكن في شغلات ممكن رح تنضاف مستقبلا ان كاتبين اوذر، يعني في شغلات ممكن تكون. هون في عنا مثل السياج ما سياج والشغلات هاي، هاي شكلية هاي مالها اي مهمة، هي يعني هذول شغلات شكلية ما منهم اهمية. هون عملوا شيء حلو انه صاروا انه كل شغلة صار لها مثلا اذا تستخدم هاي تعطيك هالميزة هاي، بس استخدمت هاي تعطيك هالشكل هذا، استخدمت هاي تعطيك هالشكل هذا، وهذا شكل هذا شكل جدا حلو صراحة. قبل شوي اللي هي هون هاي التول، لا هاي الفيرما، لا وينها وينها، ثواني افرجيكم اياها، يمكن هون هون هي هون بالمعامل رجعنا عليها. طبعا في هون شوفوا بيطلع لك الزيوت بانواعها، زيت الزيتون، زيت دوار الشمس، وزيت ايشات، زيت القطن، ما بعرف شو. المهم هي زيوت مع زيوت. هون في عندك مثل بتحط له عنب بيطلع معك شو هذا، ما بعرف شو هذا لانهم نبيذ يعني. هون بتحط له قلت لكم عليه، هي هون الشجر، يعني هون صار في عندنا مواد تشكيله معامل جدا كبيره، بكره يعني بيصير عليها شغل جدا جدا شغل جدا جدا حلو. المهم نرجع بنكمل، واول شيء واللي هو هذا اللي هو وين، مو هنا وين وين الشيطان وين الشيء كنا بحكي لكم عليه اللي هو هون. طبعا ما بعرف هو شو هي تفاصيله بشكل كامل، بس اتوقع انه رح يكون عندنا لكل موسم له شيء نزرع فيه، يعني هلا هون عندنا فصل الشتاء باركين ما مسوي شيء ابدا، بس نزرع قطن باول شيء باخر الشتاء نزرع قطن ونستنى، ما لنا شيء ابدا هاي 3 اشهر هاي اللي هي ديسمبر اللي هو 12 والاول والثاني، بس هدول ما نسوي شيء في باركين فيهم، حتى بداش تقريبا باركين بس عم نحصده ما في شيء ثاني. هون الحاله الجويه والطقس والشغلات هاي، هون المحصول وايش اسعاره الموجوده مثل اولي كان اول شيء تماما. بس طبعا كان اولي اول ما تدخل انت اللعبة، اول ما تبلش اللعبة انت كشخص بيكون عاملين لك حاطين لك مثلا بالستورج شويه قمح على شويه شعير على شويه اوت مشان تستفيد منها، اذا حطيت حيوانات تستفيد منهم، بس هلا الحمد لله شايلين كل شيء ما في اي شيء. حتى هون ما بعرف ليش والله فيه، بس لانه انا ما عندي حاليا بلشت تصنيعه فما حاطين انه تفاصيل كتير كبيره. شوفوا مثلا مثل هون طاوله بتشتريها بتسويها بيطلع لك حقها مثلا 6218. طبعا هون في شيء مهم جدا توني كنت عم بحكي لكم عليه واللي هو هون هلا صار ما عاد تستفيد انك تشتري الماكينات، هلا انت لازم تفكر بطريقه مختلفه اللي هي لازم تتفكر شلون شكل الشراء، بتصير بتفكر بس تستأجر، عرفت شلون؟ لانه هلا ممكن تشتري انت معده ما تستفيد منها للسنه اللي بعدها، فالسنه ممكن دورتها 4-5 ايام لعب حقيقي، تمام؟ 4-5 ايام لعب حقيقي يعني شيء بدكم تشوفوه شيء 24-25 فيديو يعني صراحه، فمده جدا طويله صراحه. فما بعرف شلون بدنا نظبط هذا الشيء ونشوف شلون يظبطوا. هلا انا قلت لكم اياه في وكنت عم بقر زياده
حتى استنى اشي يبدا جربه. لبعد ما خلصنا بذر بالزرع بالارض الاولى والثانيه رح يخلص حصادها رح اخده وازرع قمح بالارض الاولى شوف رح تزبط ولا لا. وبس يكون هون خلصنا الفيديو وبالفيديو الجاي ان شاء الله بنكمل فيها نكمل اللعب ونبلش نشرح لكم اكثر ونحكي لكم عن اشياء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.